معايا الأستاذ سلطان العبدلي ناشط سعودي. سيد سلطان مساء الخير يا فندم. يا سيد سلطان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. ما هو تعليقك على مشهد ظهور محمد بن نايف والحفاوة التي تم استقباله بها؟ طبعا كلنا يعلم أن محمد بن نايف ترقب في وزارة الداخلية بعد أن كان رئيس للشؤون الأمنية وكذا وزارة الداخلية وهي المباحث العامة أو بعض الأجهزة الأمنية الملتصقة بوزارة الداخلية. هذا واحد. اثنين، ثم ارتقى إلى أن أصبح وزيرا للداخلية بعد موت والده أو هلاك والده، ثم أصبح وليا للعهد ثم أزيح هو وعمه مقرن. محمد بن نايف، وهنا أمر يجب أن أذكره وأن أركز عليه في بداية الحديث عن محمد بن نايف. لا شك أن محمد بن نايف ورث من أبيه السمعة، لا أقول الحسنة والسيئة، ولكن السمعة التي كان يدير فيها وزارة الداخلية، وهذا مهم جدا. أخذ من أبيه ومن أعمامه الكبار طريقة إدارة الدولة بالمخاتلات واللف والدوران، وسميها قين قوتين، هي ليس أخلاق سميدة لكن أخلاق الكبار من آل سعود. الكبار بمعنى كبار السن الذين يتعاملون مع الناس بشيء من الدهاء وشيء من سعة الحيلة، وليس الهوج والرعونة مثل محمد بن سلمان. هذا اثنين. ثلاثة، يجب أن يعلم الجميع أو الذين يحاولون من طرف خفي أن يطبلوا لمحمد بن نايف أو أنه هو الذي إذا رجع إلى السعودية سوف يحل مشاكله وكذا، لنعلم أن كانت أعتى السجون وأعتى العذابات في السجون كانت في عهد محمد بن نايف وفي عهد أبيه نايف بن عبد العزيز. هذا ذلك. الرابع، محمد بن نايف لم يقل جهدا في مطاردة الذين العلماء والمثقفين والدعاة، وكان يتلاعب عليهم تلاعبا عجيبا، وقد تورط عدد من العلماء في شراك محمد بن نايف لأنه كان يستخدم معهم الحيلة. إذن أما ما بعد محمد بن نايف بعد إقالته، فكلنا يعلم السيناريو الذي مر به محمد بن نايف، وأنا أعرف كنت يعني على يعني سماع لبعض المقربين منه. الرجل كان كما أخبر عنه محمد بن سلمان أو نشر حتى في الصحف العالمية أنه كان يعني مكتمل للمخدرات، وهذا أمر معروف هو وأبوه بالمناسبة. ولكن ما يهمنا أن محمد بن كان رجلا مركزيا في وزارة الداخلية. تصور وزارة الداخلية بكل يعني الملفات المعقدة التي فيها، بدءا من البدون والجنسيات إلى العمالة إلى المساجين إلى 50-30 ألف معتقل في 2007 كانت تقول منظمة العفو الدولية. تصور أنه رجل يجب أن تمر كل معاملات السجناء من تحت يده. أنا نفسي حينما كنت في السجن، في سجن المباحث المدينة، فكان بعض الناس يتوسط قالوا والله ما تزال بإعصار عندنا معروف اسمه تحت العرض، يعني جلست 4 أشهر على مكتب محمد بن نايف فقط حتى يقول يخرج فلان أم لا يخرج. تمام. طب أنا سؤالي لحضرتك يا سيد سلطان، هل هناك رسالة من وراء ظهور محمد بن نايف في هذه الفترة أم إنها مجرد صدفة؟ لا ليست صدفة، لا ما يستطيع الرجل منذ السيناريو الذي آتي له، منذ أن جيء به إلى مكة المكرمة في قصر الصفا وأهين تلك الإهانات وسحبت منه حتى طبعا حرسه وجوالاته، وأيضا سحبت منه حتى العلاجات التي كان يأخذها وأهين أيما إهانة، ثم بايع محمد بن سلمان وخرج منذ تلك اللحظة. حتى الحرس الشخصي غير محمد بن سلمان، حتى الجلساء الخاصين، بل أوكل أمره إلى تركيا على الشيخ هو الذي ينظم له متى يخرج ومتى يجي ومتى أما السفر خارج المملكة فليس هناك سفر خارج المملكة نهائيا لمحمد بن نايف. وحتى ما تصور له من بعض الصور التي توحي على أنه حي أو ما زال على قيد الحياة أو ربما يواجه ضغوط محمد بن سلمان من الأمريكان، لأن محمد بن نايف كان يعتبر رجل أمريكا الأول في السعودية كما يقولون أو في النظام السعودي، وهو حينما يعني خلد إلى هذه الراحة أن كل الإدارة الأمريكية تريده، فتصور أنه لن يستطيع أحد ممكن يوم من الأيام أنه يحيله عن الحكم. ولكن أنا قصدي أن أقول أنه ليس هناك حركة ولا سكنة إلا بعلم محمد بن سلمان شخصيا. تمام. محمد بن نايف من الذي السؤال من الذي في الداخل يتعاطف مع محمد بن نايف؟ هم صنفان. الصنف الأول رجالات المباحث الذين أوغلوا في الخبث ورجال الاستخبارات كذلك،
وأيضا الناس الذين لم يكن لهم مع محمد بن نايف نوع من يعني الثأر سميه أو نوع من الألم أو نوع من العذابات من آباء وأمهات وإخوان وأخوات المعتقلين. محمد بن نايف في عهده كانت السجون السعودية وقد رأيت ذلك بأم عيني التعذيب قائما فيها على أشده، وإن الذين الآن بالعكس أنا أقول أن محمد بن سلمان هذا من رحمات الله علينا، لأن كل ما كان النظام السعودي يخفيه من دعاة الملك عبد العزيز وسعود وفيصل راعي الصلاة في القدس وفهد وخالد وطابعي المصحف وسلمان، جاء محمد بن سلمان هذا الرجل هو غير المبارك المشؤوم ولكن مبارك على البلد، حيث أنه قشع اللثام وأماط اللثام وأماط القناع الأسرة السعود التي تختبئ وسط خلف الدين وتختبئ خلف نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة.